الفحشاء والمنكر قبلت. هسه سيد الإمام قدس الله نفسه زاروه مجموعة من الحرس الثوري، كان البروتوكول بس يسلمون ويمشون، ما في محاضرة ما في كلمة، لكن تحسروا يعني، قالوا سيد نحن جايين منطقة بعيدة تشرفنا بلقياك، بس لو يعني كليمة صغيرة تعضنا كلمة نصيحة. يقولون قال لهم إذا تحدثتم وتكلمتم فلا تكذبوا، هي نصيحتي لكم. حين في دمت كانت الإمام الخميني العارف الفقيه، نطلع من عندك بس لا تكذبون، حتى الطفل الصغير لو أبوه يكذب عليه يفهم مو زين، يقول له بابا أنت كذاب، والله أنت كذاب، يعني أنت مو زين، الكذب حتى الصغير يعرفه. سيد الإمام سكت قليلا ثم قال إذا قمتم بين يدي الله وقلتم إياك نعبد وإياك نستعين فلا تكذبوا. يعني وين؟ العرب يقولون إياك مفعول به مقدم، إذا قدم المفعول به أفاد الاختصاص، يعني يا رب بس أنت أعبدك ما أعبد غيرك. زين إذا طافت بنية طالعها، إذا طالعتها عبدت الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، إذا طالع أنت تعبد غير الله، كيف تقول لأ الله إياك نعبد بس أنت يعني وأنت طالع الهوى تشدب يا الله؟ بتصلي الليلة بتصلي باكر الصبح فبينهما تعبد غيره وتقول إياك نعبد، تصادق؟